الحسن كاميو كاتكيس لاسيونس وراه تاعو دور دور معايا الحسن وكدير بلاصه اخرى الحسن السلام عليكم خوتنا صباحنا وصباح الملك لله. ان شاء الله اليوم راح ندوا الهديات اللي ربحوا معنا في المسابقه اليوم. ان شاء الله لكتب ربي انا حي لك صمتينا وعنابه وتبعونا في الطريق ان شاء الله. ويكون كاين فيديو واحد اخر تاع الطريق وعند الناس ان شاء الله كاين هذا واحد اخر ان شاء الله خوتنا. سلام وكان يكمل هو لا سويت اللي كي مونتي الشومبرا وكاع مليحه وريح واحد السيد ايه سقسيته ما حبيت ندير حاجه لا عادي ما تشوفوا لا لا كل يوم هذا ابي تي كل يوم هذا الفرق نمشي بابتسامه علي كيف الرحله تاع اليوم؟ ان شاء الله انتم دعونا دعوة الخير وحنا ان شاء الله نكونوا في الخدمه كما عودناكم 24 ساعه على 24 ساعه وهذه هي فرقه اثاثيقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ومحبي قناة وصفحة ومحل آثة ثقة. مرحبا بكم معنا في هذه الرحلة الممتعة، راح ناخذوها من ولاية تيبازا تحديدا من مدينة القليعة إلى ولايتي قسنطينة وعنابة إلى الفائزين اللي فازوا معنا في المسابقة ولا في الهدية اللي نظمتها محلات آثة ثقة. ودائما أتثق في موعدها خاوتنا، اليوم بإذن الله راح نوصلوا الهدية لما عليها خاوتنا، راح نوصلوا الهدية إلى جمانة والأخ محمد زكريا بإذن الله. وقبل هذا نخليكم مع الكواليس على الرحلة اللي خفها أنا والأخ حليم مباشرة من مخزن محل ثلاثة الثقة. خوتنا السلام عليكم، اخونا عبد الرحيم غالي على التعريف في فرقة ثلاثة الثقة اللي بورك على بكير عبد الرحيم. طبلة السلام عليكم. هذه صالون الطابلات. واش عنده صالون طابلة؟ صالون طابلة. وسي اتصلتوا به؟ اتصلنا به ويسنا فينا، هذاك الشيء عندي ان شاء الله. خويا عبد الرحيم راه على الطابلة، عنده صالون ارك وطابلة. بها بولادها ولا وحدها؟ وحدها طابلة وحدها. طابلة وحدها. صباح خويا. صباح الحمد لله. لاباس. لاباس الحمد لله. الحمد لله. خويا الوضوء راني على التعريف هذا هو اصغر عنصر في اثاث الثقه خويا الكريم. هذا هو خويا وتقول له يقول له حاجه هذا هو اصغر عنصر في اثاث الثقه. السلام عليكم، كما قلنا لكم انا رايحين طابلات دين طابله وصالون. اخويا الاسلام اخويا الاسلام اخويا سليم بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم خوتنا، كما راكم تشوفوا باذن الله رانا متجهين الى ولايتي عنابه وقسنطينه باش نلحقوا الهديه الى الماليها. ابقوا معنا ان شاء الله راح نوافيكم بكل جديد انا والاخ حليم طوال الرحله تاعنا الى من الى ولايتي عفوا عنابه وقسنطينه. كونوا في هذه الرحله الثانيه ان شاء الله. هذه راهي مشوره كما يقولوا هنا، راهي مشوره للغرب. اخويا واش عندك غرب؟ عندي الغرب، عندي وهران، غني عندي معسكر وعندي تيارت. ان شاء الله تلحقوا بخير، ان شاء الله نولوا بخير ان شاء الله. وما أثاث الثقة ديروا فينا ثقة ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. خويا بلال يقول لنا كلمة الآن. تروحوا بخير وتجوا بخير إن شاء الله، ونقولوا اللي فازوا بالباحة عليهم ويتابعونا ثانيك مازالوا إن شاء الله حظوظ أخرى مسابقات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله خويا هذا الأخ بلال هذا من أعضاء الفاعلين هنا بمخزن محل آثة ثقة. بارك الله فيك خويا بلال وصحة فطورك العزيز. صحة فطورك. رانا مسهلين إن شاء الله خويا. إن شاء الله خويا. رانا مسهلين. عندنا باقي قسنطينة إن شاء الله. ناس عندنا باقي ناس قسنطينة استناونا رانا جايين لكم إن شاء الله.
شاحنة أثاث الثقة راهي متجهة لكم. خوتنا وأنا وش غادي نقول لكم، أبقوا معنا إن شاء الله. شاحنة أثاث الثقة راهي متجهة إلى ولاية قسنطينة وعنابة. راكم تشوفوا خوتنا هاي لك الشاحنة راهي معمرة بإذن الله. رانا متجهين مباشرة الآن، رانا حنشدوا الرحال إلى ولايتي قسنطينة وعنابة. خوتنا السلعة راهي بيان شارجي الداخل، عمال أثاث الثقة راهم شارجوها بيانكم يلفوا. خوتنا أبقوا معنا وترقبونا فيما بعد. وعلى بركة الله انطلقت الرحلة تاعنا إلى ولايتي قسنطينة وعنابة. الرحلة هذه اللي خذيتها أنا ورفيقي الأخ حليم، اللي نحييه ونوجه له رسالة بالمناسبة، نقول له كانت رحلة ممتعة خذيتها مع خويا العزيز، بارك الله فيك. حاليا خوتنا رانا هذا وين انطلقنا، رانا في مدينة القليعة. هذه أزقة مدينة القليعة، المدينة العريقة. هذا حي بن عزوز خوتنا كما راكم تشوفوا، يعني على مقربة من مخزن محل الثقة اللي موجود عفوا في حي بن عزوز. بإذن الله رانا رايحين عنابة وقسنطينة إن شاء الله. أبقى معنا خوتنا، راح نوفيكم بكل جديد خويا حليل إن شاء الله. راح نوفيهم بكل جديد إن شاء الله بإذن الله. ورانا دوكا في خرجة القلعة، رانا خارجين بالقلعة لكتب البحر. خوتنا كما راكم تشوفوا الآن رانا خارجين من مدينة القلعة، متجهين مباشرة إلى قسنطينة، رايحين الى ولايه قسنطينه ان شاء الله. وبعد قسنطينه راح نتجه الى ولايه عنابه. الى مدينه قسنطينه راح نسلموا الجائزه ولا الهديه اللي تحصلت عليها الاخت من مدينه ولا من ولايه قسنطينه. فيما بعد ان شاء الله نروحوا لعنابه، هكذا حليم ان شاء الله. فيما بعد نروحوا لعنابه وبإذن الله خوتنا راح تتقاسموا معنا كواليس هذه الرحلة الأولى من قسنطينة. وعندما نقول قسنطينة نقول عاصمة الشرق الجزائري، هي مدينة جزائرية وثالث أكبر مدنها بعد كل من الجزائر العاصمة ووهران، وتسمى كذلك مدينة الجسور المعلقة، وتعد من كبريات مدن الجزائر تعدادا. يطلق عليها عدة تسميات، منها مدينة الصخر العتيق نسبة للصخر الذي بنيت فوقه المدينة، وسيرطة هو اسمها النوميدي، وتعتبر قسنطينة من أقدم المدن في العالم. وتعاقبت عليها عدة حضارات، تتميز المدينة القديمة بكونها مبنية على صخرة من الكلس الصلب مما أعطاها منظرا فريدا. قسنطينة هي مدينة مهمة في تاريخ البحر المتوسط، حيث كانت قديما سيرطة عاصمة نوميديا، ثم أصبحت تحت السيطرة الرومانية. بعد ذلك حصلت على اسمها الحالي منذ 313 نسبة إلى الإمبراطور قسطنطين العظيم. وللعبور من ضفة إلى أخرى شيدت عبر العصور عدة جسور، فأصبحت قسنطينة تضم أكثر من 8 جسور، بعضها تحطم لانعدام الترميم وبعضها ما زال يصارع الزمن، لذا سميت قسنطينة مدينة الجسور المعلقة. يمر وادي الرمال على مدينة قسنطينة القديمة، وتعلوها الجسور على ارتفاعات تفوق 200 متر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتنا، مرحبا بكم من صفحتكم ومن قناتكم ومن شاحنتكم خوتنا، شاحنة آثة ثقة مباشرة. ورانا خويا حليل في العلبة، رانا في ولاية العلمة بإذن الله، رانا متجهين لولاية قسنطينة وولاية عنابة بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله خوتنا كونوا معنا كما راكم تشوفوا، رانا في ولاية العلمة بإذن الله، رانا متجهين إلى قسنطينة وعنابة، أبقوا معنا سلام. حاليا خوتنا وصلنا إلى ولاية قسنطينة، تحديدا إلى مدينة قسنطينة كما تكلمنا عليها، مدينة الجسور المعلقة. الله يبارك خوتنا، مدينة ما شاء الله جميلة بأتم معنى الكلمة. كما راكم تشوفوا خوتنا حاليا رانا في ولاية قسنطينة بفضل الله عز وجل، وصلنا إلى ولاية قسنطينة. حاليا رانا في سنتي في تاع بوصوف، هكذا تاع بوصوف رانا نسنا مدينة قسنطينة. مدينة قسنطينة رانا نسنا في الأخ تاع الأخت جمانة اللي فازت معنا، أخت جمانة اللي فازت معنا بلو صالون مرسى، رانا نسنا فيه باش يلحقنا المنزل. أبقى معنا خوتنا بعد قليل نور لكم وسرة في المنزل، نور لكم كيفاش خرج لهم لوسانو تاعهم داخل المنزل. ابقوا معنا كيما راكم تشوفوا خوتنا، راهو الحق الاخ تاع الاخت جمانه اللي فازت معنا بلوسانو ان شاء الله باذن الله، راهو دينا للمنزل خوتنا ان شاء الله. ان شاء الله راح نفطروا عندهم خويا حليم باذن الله، باذن الله راح يكرمونا ونفطروا عندهم افطار رمضان. هذا خويا حليم معروف عند الجزائريين على كل حال، معروف عند ناس الشرق وناس الغرب.
والان خوتنا وصلنا الى المنزل تاع الاخت جومان اللي فزت معنا بلسان المرسى. هذا ولحقنا للمنزل تاعها راهو على بعد بضع امتار عفوا وليست كيلومترات. افون راح نوري لكم حيثيه وصلها داخل المنزل، نوري لكم كيفاش خرج لها لوسانو داخل المنزل تاعها. ابقوا معنا. سلام. بس لي خلاص قولوا مرحبا. انا قدامك شغل. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كما عودناكم دائما كاين جديد والحمد لله. اليوم وفقنا ربي وانا في قسنطينه وفطور عند خونا وعند الاخت جمانه ثانيك اللي فازت بالصالو. واخونا يعطيكم الكلمه اخويا سليم. مرحبا بكم ناس القليعه، وكما يقولوا لازم الواحد يكرم الضيف تاعو. بارك الله فيك. ايه يكرم الناس القليعه ونحطوهم فوق الراس ان شاء الله. هما بارك الله فيهم حتى هما كما كانت الجائزه من نصيب الاخت جومانه. الله يبارك. وكانت جائزه جد رائعه ان شاء الله راح تعجبها. وبارك الله فيكم. قالوا علي عاصم حسن. انا جيت 20 طون ايطالي. الله يبارك. كانوا معايا بليديه اخي، قال لي دار لي فيديو ديريكت مع اخونا. انا كانوا معايا البليديه خوتنا بقسنطينه وانا على المباشر. كانوا معايا بليديه. الله يبارك. ويقول لك 10 كبير يقولوا 100 يهود ولا حد بليديه. ما كانش منها. والله كانوا انتيك معايا. هذاك شغل والله بيهم. والله بيهم. هذا شاب جزائري كاع. لا لا والله البليديه هذو اللي يقولوا 10 100 ما كاينش منها. هذاك شكون اللي خاطوني بزاف صحاب في الطليان صحاب بن عمر كاع صحاب. كيما راكم تشوفوا خوتنا رانا لحقنا المنزل تاع الاخت جومانه، رانا نزلوا في لوسونو اللي فازت به الاخت جومانه، لوسونو المرسى اللي فازت به الاخت جومانه. خوتنا ابقوا معنا ما تزبطوش. هذا مش رايك في ناس قسنطينه خويا العزيز؟ والله الله يبارك خوتنا الحمد لله لحقنا على المغرب على كل حال وما صابوش اللي حطونا خوتنا ويكثر خيرهم. وش نقولوا نشكرهم في شهر رمضان المبارك هذايا، وثاني نقولوا مبروك عليكم الصالون المرسى اللي سدتوا به من ازل ثقه. وش نقول لكم خوتنا، وان شاء الله اللي ما ربحش يزيد يربح معنا ان شاء الله، ومازال كاين الخير قدام في ازل ثقه القليعه خوتنا. وانتم عليكم بالبارطاج والاجام وحنا علينا بالخدمه ان شاء الله. هذا ثاني ايه دحين احنا قاعد حبيب رميو رميو اخوتي رميو بارك الله فيك. ايوا ما خو اه ماشي رميو نحاول الكواد غير ما دورش قول انا نحاول الكواد حلوه ليكم صحه فطوركم وربي يهنيكم ومسالوا عليكم كاع اصحاب قسنطينه وحنا في الصيف كاع نجيكم. السلام عليكم حمزه وانا نجيكم صاحب القليعه ان شاء الله وراه نجيكم. هم كانوا معايا صحاب قليعه في الطليان، كانوا معايا في نابولي خو والله يسجيك والله هم في ليون كاع صحابي. عندي صاحبي من القليعه عيطوا له صفصاني ايه حرتو في حكيم لا شتوني. السلام عليكم. الله يحفظك. ايه قليعه قد كيلومتر على الجزائر ماشي بزاف. قليعة شو اللي قدامها تسمى لي؟ بليدة زيرة هذا خوتنا كما راكم تشوفوا رانا في المنزل تاع الاخت جومانة. وصلنا لها الصالون الى المنزل تاعها. معنا الاخ حليم. حليم خويا وصلنا. وش نقول لكم خوتي خواتاتي، تعرفوا بلي اثر الثقة عند الوعد تاعها. وكيما كتب ربي انا في شهر رمضان ولحقنا قسنطينه وما زالت لنا عناب اخويا سليم. مازالت لنا ان شاء الله. وهم خوتنا هنايا من قسنطينه ودوك هما يقول لكم كلمه. خويا نبداو بك ولا نبداو بتايا مالو. فطوركم صحة رمضانكم. الله يسلمك خونا. واش تقول؟ صحة فطوركم وصحة رمضانكم. واش غنقول لكم؟ تبارك الله عليكم. واش رايك في اثر الثقة؟ في اثر الثقة هاي بونغارد خويا. سمينا اسم على مسمى. عبرك. لا قولوا لنا كلمتكم خاوتنا. حنا ماذا بينا ان شاء الله نزوروا كاع الولايات ونزوركم ولايه بولايه ونكونوا عند حسن الظن تاعكم خاوتنا. الله وخاوتنا ان شاء الله راهم على قارب على الزواج وراهم جايين حتى ان شاء الله. حنا خاوتنا.
هذا هو لسانه تاع الأخ جمانة اللي نقول لها مبروك عليك مرة ثانية وثالثة. خرج يهبل الله يبارك ما شاء الله. ناس قسنطينة ناس ناس الجود والكرم. بارك الله فيكم خاوتنا، الله يحفظكم خاوتنا اللي وقفوا معنا ليرفقونا طيلة هذه الرحلة. بارك الله فيكم وما تروحوش بعيد، أبقى الجزء الثاني تاع رحلتنا إلى ولاية عنابة، أبقوا معنا. أخويا سيدي قولي عجبك حالك قسنطينة؟ ما شاء الله أخويا العزيز، ناس قسنطينة صدقني، ناس كرامة، ضيفونا رحبوا بينا، مام عبادهم ما شاء الله وين نروحوا وش راكم، مام كنا خوتنا كنا تمشوا في طريق، عباد حبسونا حبوا يفطرونا في ديورهم وقالوا لهم بارك الله فيكم. هذه هما عادات الشعب الجزائري أخويا حليم، ناس كرامة جزائريين كامل كرامة، خاصة الناس الشرق ناس الغرب كامل كرامة، كذلك ناس الوسط بليدة العاصمة قليعة تيفازة كامل ناس كرامة. بارك الله فيكم خوتنا، ترقبونا بعد قليل وين في ولاية أخرى في مشوار آخر، وين في ولاية عنابة، رانا جايين ناس عنابة رانا جايين ليكم، أبقوا معنا. حبيبي الله ما مات والله أخونا مات بارك من بعد اول راح لعندنا يا اخوي الله يسهل بارك الله فيك. خوتنا وش نقول لكم، انا في اجواء شباب بزاف في مدينه قسنطينه والحمد لله ناسها ما صابوش ولا حطونا. خوتنا وش نقول لكم، هذه اثر ثقه وين تروح محبوبه، وهذا من فضل ربي يلحقنا هذا النهار خوتنا الحمد لله. بارك الله فيك الاخ حليم.